ما شاء الله تبارك الرحمن. شوف هذه الصخور العروق اللي تحت اللي فيها مش سهلة، والمكان هذا وايد خطر. King of Mines. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي، حياكم الله من جديد. عدنا نخبركم إن شاء الله حاليا في الأراضي الجديدة في منطقة اسمها نجومبو. نعم، ومثل ما تشوفون ما شاء الله عروق فوق الأرض في نفس المكان، عروق الذهب ولله الحمد. كانت أرض سايبة في نفس المكان، لكن الحمد لله هينا نتفقد. وبراويكم أدري بنتفاجأ بالعروق اللي صرقوها من نفس المكان، لكن أرض الله واسعة في نفس المكان. الحمد لله مثل ما تشوفون، نعم الله علينا وعليكم إن شاء الله. كل عروق متناثرة، والأرض هاي فيرجن ولا بكر. نعم، مو مدقوق، مو مدقوق الأرض، مول ولا ناقبين فيها. في هذيلا قطاع الطرق اللي اليوم في الأراضي السايبة اللي مخليها من فترة، لأن راعي بالين شذاب ما تقدر تشتغل في كل المناطق مرة واحدة. يا حيكم حبايبي، بنوافيكم إن شاء الله بالجديد. ما شاء الله مثل ما تشوفون الأدغال نفس المكان، أشجار عملاقة. بس بعد ترقبوا الجديد، لا تنسونا بالمتابعة والاشتراك والنشر لتعمل فايدة. بنوافيكم إن شاء الله، ترقبوا الجديد، خلكم ويانا، حياكم الله. السلام عليكم حبايبي، قلت أوقف وياكم. هذا من ضمن الدلائل طبعا اللي يعرف عن الصخور والصخور عروق الذهب، هذه من ضمن الدلائل بتواجد صخور عروق الذهب، غير الدلائل الثانية اللي تشوف عروق الذهب بحت في نفس المكان من الله كدلائل يراويك كل شيء في نفس المكان. والأمور طيبة مثل ما تشوفون، كنا نراويكم ونحن نمشي على المنجم السايب اللي خبرتكم عنه. وبالمرة بعد مناظر، طبعا مرات أعوذ بالله نتلاقى يا الأفاعي السامة الخطيرة في نفس المكان، على سبيل المثال بلاك مامبا، من اللي يعرفه اللي بالسواحيلي هني يسمونه، أهل المنطقة يسمونه كوبوكو. كوبوكو هذا أبويا يطيح الفيل في 5 ثواني يخليه يزرق، واللي شاف الفيديو الأسد اللي يحوم قالوا عنه شايف ملك الموت. فعلا هالأسد اللي يحوم واللي يزرق تحول لونه، هذا معظوظ ويا بلاك مامبا ترى اللي هو كوبوكو، وصوته مخيف بعد بالنسبة للناس اللي ما تعرف. سمعت الصوت لا تتصرف بأي تصرف، ولا تلقط حصى ولا أي شيء. هو عباله عظمنا، عباله أنه تبى تهجم عليه ولا تبى تفلعه، فعلى طول يقضي عليك. هذا للعلم. مثل ما تشوفون حبايبي، نكمل وياكم، الدلائل واضحة في نفس المكان ولله الحمد. الله يواليكم الخبرة، يكرمكم من أوسع أبوابه. ولازلنا وياكم نتحوط بين المناجم اللي عندنا. هني على فكرة لو تبغى تكتشف عشوائي، يعني أضعف اللي مانع عشوائي، تضرب اكس بالحفار اكس وعقب تطالع في الجدران تشوف عروق الذهب في نفس المكان، وتضرب عليه سامبل. من بعد ما تحصل النتائج بالفحص البدائي حبايبي، تشتغلون على كيف كيفكم.
وهذا للعلم كل هاي دلاي بنوافيكم ان شاء الله. حياكم الله حبايبي، نكمل وياكم المشوار. من ضمن المشوار هذا بغيت اراويكم مجرى مياه الامطار. شوفون المجرى هذا، هني تروم تتلاقى شذرات الذهب بالجهاز اللي يسمونه الجي بي زد 7000 ولا غيره، الاجهزه الطيبه. فاول ما تهطل الامطار في نفس المكان الغزيره، المياه تجري جريان، ومرات الذهب تشوفه بالعين المجرده، وهذا للعلم. وحتى دلائل الصخور مثل ما تشوفون حبايبي، راويكم هذا صخر من الله فوق، دليل السواد البايت هذا، وهذا عرق الذهب في نفس المكان. بس اغلب الاوقات ما يكون في شيء هذا لانه فوق، ومرات سبحان الله على صدفة تحصل يكون في ذهب داخل. كله دلائل عروق، والعروق اللي فوق سطح الارض اللي نشوفها وياكم حبايبي. طبعا مو بهذه، هذه الحجارة اللي تماشي العروق في نفس المكان. عادة هاي الأماكن خطرة شوية لأن تكون فيها عقارب. شوفوا ما شاء الله دليل العرق هذا بحت، هذا دليل، ودليل إنه عروق الذهب هذه. هاي كلها عروق، هاي ناضية بعد، يعني إذا دخلت الحفار في نفس المكان تحصل أشياء طيبة. وهني طبعا مجرى بعض من المياه، مياه الأمطار، وشوفون دلائل العروق في نفس المكان، عروق الذهب الصغيرة. خلني بلقط عرق براويكم. شوفون حبايبي حجر المرو هذا، يعني نصادف وايد دلائل. أصحاب الخبرة يعرفون ولا أتكلم عنه. نفس هذا ما شاء الله تبارك الرحمن، الله ينصر لهم العقارب والحياي. بس والله الحافظ عروق الذهب في نفس المكان منتشرة سبحان الله تبارك الرحمن حبايبي، ما شاء الله عروق الذهب منتشرة في نفس المكان. بنرجع للمكان هذا وبنشتغل بعون الله. عرق بحت مرة مرو، ما شاء الله. بعد لا ننسى الأجواء الطيبة، العمل الشاق في الأجواء الطيبة ترى شيء والله. نعم حبايبي، خلكم مغامرين، لا تسمعون القيلة والقال، دوروا شوفوا جدوا بتحصلوا. وهذا مجرى ثاني كله عروق ما شاء الله في نفس المكان، مكسي الصخور مثل ما تشوفون. المياه بعد في نفس المكان، بس هالمكان يكون خطر ترى، قاعد يطلع. وحتى في التربة عادي فيها ذهب، ما فحصنا بس عادي فيها ذهب، أنا مثل ما تشوفون من الألوان، ألوان العروق في نفس المكان. زين حبايبي، والدليل واضح من عناوينه. بنمر بنخطف على مجرى المياه، مياه الأمطار، وبندور إياكم بالأجهزة في الحلقات القادمة إن شاء الله. ولا تنسونا بالمتابعة ولا الاشتراك والنشر اللي تعمل فايدة. ما شاء الله تبارك الرحمن، يا سلام، أجواء على كيف كيفكم. فادغال تنزانيا، أنا وايدين في الكومنت يسألون وين هذا، في تنزانيا يا جماعة الخير.
واذا عندكم اي استفسارات عندكم اخونا الغالي سيد عبد النبي اللي ماسك اليوتيوب وحاط الرقم في نفس المكان، اي استفسارات ترى يوصل لي واجاوب على الاسئله ان شاء الله. ترى مرات نتاخر على الاجوبه لانه الاماكن اللي نشتغل فيها حبايبي ما فيها ارسال. طبعا الحين اصور في مكان الارسال لك عليه، شوفون المجرى هذا، هذا عادة يكون غني بالذهب ان شاء الله تبارك الرحمن، ويكون خطير في نفس الوقت لكن الله الحافظ. والدليل واضح من عناوين حبايبي، عرق بايت على سطح الارض، فمفاجآت ربك تحت الارض في نفس المكان ما شاء الله. يوم تشوفون الحجارة هذه تطالع تحته، شوفوا ما شاء الله، فهمتوا علي حبايبي؟ هذا عرق الذهب ترى مدقوق بالشمس من سنين ولا مئات السنوات ولا آلاف السنين من استوت الأراضي. وطبعا عادة هالأراضي تكون أراضي الألوفيل، فتكون غنية بالذهب، سواء الذهب الميكروسكوبي ولا الذهب الناقر في الصخور ولا الشذرات ما شاء الله. تخيلوا الواحد يبني بيتني ولا فيلا في المناظر الطيبة هذه على مجرى مياه الأمطار ما شاء الله. شوفون عرق الذهب اللي مدقوق بالشمس. طبعا بنصادف وياكم وايد أمور في الأيام القادمة، بندخل في مناجمنا اللي موجودة في عز الأدغال. ولا تنسون حبايبي بالاشتراك والمتابعة ولا النشر اللي تعمل فايدة والدعم، على اساس ننزل لكم كل شيء جديد والاسرار اللي يبخسونها بعض الناس عليكم، نحن نحط كل شيء في الطاولة وتستفيدون ونستفيد من دعواتكم. ظهر الغيب عليكم حبايبي ما شاء الله تبارك الرحمن. شوف هذه الصخور العروق اللي تحت اللي فيها مش سهلة، والمكان هذا وايد خطر للعلم، خطر جدا. ليش؟ الله الحافظ، يمكن تلاقي يافاعي كبيرة في نفس المكان اللي هو البايثون العود ولا لا سمح الله البلاك مامبا ما شاء الله. شوفوا المناظر الطيبة حبايبي ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا حاليا ملك المناجم وياكم في الأدغال، كأنه أنتم موجودين ويانا براويكم. يا مرحبا ما شاء الله تبارك الرحمن. في المشهورون حتى الربع ضيعناهم، لكن ما ردنا إن شاء الله نتلاقى صوب السيايير. دلائل عروق الذهب نفس المكان ما شاء الله. يعطيكم العافية يا حبايبي. ما شاء الله ما شاء الله حبايبي. طبعا أباكم تعيشون الموقف وياي وتشوفون ما شاء الله نص الأدغال ونص الصخور الضخمة ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الله يحمينا إن شاء الله. ما شاء الله الأماكن هذه شوية خطيرة
دعواتكم حبايبي والله الحافظ. شفت حبايبي ما شاء الله الصخور هذه الضخمة في نفس المكان. هذه أجواء المناجم الطيبة اللي نعشقها طبعا ومتابعيني واللي غير واللي مو متابعني تابعني. وللعلم بنسوي جوائز قيمة إن شاء الله متى ما نفضح ونحصل فضاوة حكم، وأنا أفضالكم طبعا، لكن شوية شغال في نفس المكان سامحونا، عاد بنسوي مسابقات شيقة على ذهب يوصل لين كيلو جرام، سحوبات توصل لين كيلو جرام، كيلوين، 5 كيلو، ما عندنا مشكلة. أهم شيء إلا المصداقية في نفس المكان ما شاء الله، في المعلومات ولا أي شيء تبونه حاضرين والأمور طيبة. يعطيكم العافية. السلام عليكم حبايبي. ما شاء الله مثل ما تشوفون مناظر طيبة، يعني اللي يربي مواشي في نفس المكان مستفيد، ما يبالك تاخذ من السوق، يعني من الله، طبيعي طبيعي من الله. حياكم الله حبايبي فرابي المناجم السبع المشبوكة من ضمن مجموعة مناجم روبي كراون العام في تنزانيا، وإن شاء الله جميع أنحاء العالم عما قريب. الله يوفقنا وياكم. حبايبي أنا بخبركم شيء يمكن ما تعرفونه، أنا بديت من الشيء والترة، أنا لاني كنت تاجر ولا كنت ولد تاجر، نحن ناس عاديين ترى تماما، نعيش مثل الفقارة والمتوسطين، واجتهدنا. أنا ليش أخبركم شيء؟ والله العظيم اللي عنده هذا عن تجربة، ترى اللي عنده شيء يبى يسويه لا يسمع أي حد يبى يحبطه ولا يقول له ما يستوي ولا شو تتحرى عمرك أنت بيل جيتس ولا ما أعرف منه، هالكلام كلام فاضي ترى حبايبي. والله العظيم أنت كيف تبى تكون وكيف حسن ظنك بالخالق جبار السماوات، ترى كن فيكون، يقول لك ابغى شيء، وانت اذا حسن ظنك في الله قوي تفلح ترى. ما شاء الله هذا مكان مجرى مياه الامطار، وايد ذهب ترى في نفس المكان. ان شاء الله بنتفيج وبراويكم بالاجهزه والامور طيبه. ما شاء الله زين حبايبي، فاللي عنده شيء بيسويه خلى عزيمته وإرادته تكون قوية وما تسمع القيلة والقال، خير شر والله بتوصل لمبتغاك. والله عنده حسن ظن عبده به، إن ظن به خيرا كان خيرا له، وإذا ظن بالشر كان شرا عليه، وأكرم الأكرمين ما بيقصر ترى. فهذا وحبيت أوصلكم، وخل الواحد يوم يدعي الدعاء يكون على يقين بيوصل، والله العظيم لو تريليونات. أهم شيء تلتزم وتخلي إرادتك قوية، أي مشروع حلال والله بيعطيك اللي تبيه. ولا تنسونا بالاشتراك والدعم، تعم الفائدة بعد النشر. أموركم طيبة إن شاء الله، يعطيكم العافية حبايبي.